تحيه لكم المتتبعين ديالي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الدور وفي تمام الصحه والعافيه يا رب. اليوم غادي للعربيه الباديه، غنفطروا ان شاء الله في عربيه ونساركم معنا، مرحبا بكم. وما تنساوش ديما لايك 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 لكم المتتبعين ديالي العزاز. يلا بينا نساركم شويه في الطبيعه. الصراحه غتصدق عليا توحشات العربيه وحق الله والطبيعه والخضوريه بزاف بزاف بزاف. والله العظيم تحبست مع رمضان، قبل رمضان مسافره العربيه، دابا انا غادي في رمضان والله معايا نساريكم وتسناو الجديد وتسناو دار ما كنعرف جديد. شاركوا في القناة اللي مازال ما بشاركش وخليوا لايك. ايه لايك جيم 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 وكومنتار ديالكم الزوينة بحالكم، وتحية لكم كبيرة. احنا متتبعين، يلا يلا ايوا خوتي احنا دابا جايين للعروبية، قربنا نوصلوا خاص خرجنا مع الطليل مع الطريق عابرة، وداكشي خرجتها راه قرب فطوري حل بدات من الشمس كتغرب قريب الاذان ديال المغرب. المهم راه غنشارك معاكم كل شيء هانتا خوتي، باقا دابا العربية شوية خضرا وخا الزرع بدا يبس، كان واحد العجاج واحد العاصفة خايبة هي اللي كرماتو كان باقا شوية. المهم نقبلو لي على التصوير ديالي، المهم راه بغيت نشارك معاكم وصلاتي خوتي خواتاتي، باقا هادي الضرة اللي كتبان خضرا بزاف الضرة هانتوما تبارك الله، هادي راها الضرة، هذا الشعير الشعير والفرينة بدا كيكرم. المهم اخوتي دابا الشاطع عاد عاد شويه بدا يخرج من قرب الاذان تاع المغرب. ايوا ها انتم معايا اخوتي حتى تنفصل وغنشارك معاكم الفطور ديال الدكاليه ديال صحاب الباديه، اليوم الفطور راه بداوي. مرحبا بكم المتتبعين ديالي العزاز. كاني اش كديري؟ ايوا اخوتي حنا وصلنا مع الاذان قد غير وصلنا قد الاذان في التلفازه، باقي غادي للجامع باقي مازال ما اذنش، اخذتكم الدكاليه باقا تصاكها باقا بالدوزان ديالها. صرا كنسخن في الملاوي مسكرة في القناة بالك من جوج تاع النهار وهما كيوجدو، هنا مسمن معمر خاصني ندير يدين بقال لي انا نوجد وخاصني عيط عيط على الزهرة ملي كتجي تخدم. الزهرة الزهرة تاع شوف الكاميرا تيزاق لينا من الدور. انتما خدكم الدكاري تقولوا بحال واش هكا عطاه عطاهم هاكي فوزية هاكي عطاه سختي الغريرة الوصفة ديال الغريرة كاينة في قاعدة. عرفتي الغريرة شنو اللي درتو ديال هذاك بوحدو؟ ها انتما عينيه كبار قد عينيا لا درتو ديال سميتو عارفينو بوحدو مدرتش مع الفلاص. اول مره غادي ندوزو في الطحانه في الهاشوار، طحنتو في الهاشوار اللي عندو ولا مابقاش مونين يقصد ديال الهاشوار. اه كنبغي نخلطو بيدي كيجي مزيان، ولا كانت هكا جا زوين واخا ديال الزربه عرفتي الزرب زرب زرب مع الوقت هذا والساعه كنضاو بزاف راك هذا عامر تبارك الله معاه. ها يلاه كيأذن يلا بدي أدم. مهم احنا ربحنا الوقت انتما تبارك الله وما بارك قول معنا المشاهدين ما تمشوفين ما تمشوفين خايفه ترى. ها انتما اخوتي ها انتما سمح لي الضوء تاع الكوزينه راه ناقص، ولفت ليه الدار عاد يكون البولات كنا كنشعلهم. ها انتما تبارك الله خاصني دابا شي زلافه فاش ندير فوزيه شي زلافه فاش ندير العسل والزبده ها ملوتهم. ها انتما اخوتي ما اش يحيدكم الزبده مزيه والعسل، ولكن دابا ما غنديرش العسل بزاف غادي نخلي اللي بغا ياكل على حسابو. عارش زلافه ها كمان ها كيعطي الماما فين لقيتي زلافه تقولي هاي تفهم عليا العسل سخون العسل كيتقطر تسكرتو. ايوا خوتي هانتوما معايا شي هذاك الحيط. ايوا خوتي خاصكم الدكاريه يزرب زرب داكشي ما وجدتوش بوحدي صراحه، لا شفت سخنت غير البغرير ها هو وسخنت المسمن معمر وواحد المليويات ودوبت الزبده والعسل بالزربه بالزربه. والعصير دابا هذا العصير راه جبتو معايا من لهي، هذا ديال الفريز والليمون والبنان، الفريز الليمون البنان والسكر على حسب الذوق. هنا قالت لك ديري البنان والتفاح والليمون كيبانو دايرين في الليمون عار الماء كلشي على الماء كاين الليمون في العصير. لا شنو كاين هنا؟ قولي على الليمون مع الفريز والبنان. الفريز والبنان سمحوا لي اخوتي انا ما طاحش والحليب الفريز
فينا والبنان والحليب هكاك غير كانت شابت لي شي حاجه. دابا الحريره راه باقا مازال ما جاوش، انا حطوا لنا الزليت ما بقاش حنحطها، قلت لك كل هادشي تخوى الطابله وبقاو معنا حتى من بعد. كنشوف من جديد هنايا، هنا القهوه قليت القهوه كحله، غلي ديال الحليب، حليب طبيعي ديال البقره، طبيعي ديال لاباش ونعتاد بدويه هنا اتاد ايوا الشباكيه وخلاص، البيض بلدي العصير الخبز راه مطيب انت من الخبز لهي تبارك الله، داكشي كثير مهم عمرك ما يدان كنبدا نتكل هذا الخير. علاش بنادم يبقى هذا مازال الحريره وبقى معنا الفاكهه، فاكهه الشباكيه ديال الدار شوف تبارك الله شحال كتبان زوينه. انا هذا غير مشريه نكذبو، ماشي ديال الدار، هذا جبناه معنا غير مشريه، تحط دوكري ما صايبتش الشباكيه، هاد الشهر ديال سميتو، هادي ديال السوق تاع الجمعه الفاكهه، وهادي ديال الدار مصايبينها ديال الدار شحال كتبان زوينه كتشهي. ايوا حبايبي بقاو معنا حتى الاخر تابعوا الفيديو، ما تمشيو فين، غنوض نصلاو المغرب ونحلوا صيامنا وهانتوما معانا.